أطلقت جامعة جلالية اليابس بسيدي بلعباس مساء الأربعاء الطبعة الأولى لمسابقة أحسن مشروع ابتكاري تم تنظيمها تحت شعار ابتكار وإنجاز، تعد واللبنة الأولى لتجسيد اتفاقية التعاون المبرمة بين دار المقاولتية للجامعة والكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية. وبهذه المناسبة نوهت رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة، نوهت بالجهود المبذولة من أجل تحضير هذه المناسبة وإنجاز هذه الفعالية التي تدعم المقاولين الشباب والابتكار والإبداع. عبد الكريم عاشور رصد لنا التالي. كما أنوه بروح التعاون النموذجي بين المكتب الكونفدرالية وجامعة سيدي بلعباس خدمة للعلم والابتكار، وبالتالي لخلق فرص عمل للشباب الجامعي وتنمية الاقتصاد الوطني. فالشكر الجزيل لجميع المنظمين والمؤطنين هذه المبادرة النوعية وذات غاية نبيلة ومفيدة، والتي تعبر عن مدى وعيهم وقناعاتهم إن العلم والابتكار والتوفير الشروط الملائمة لأولادنا. الدولة وفي سياق التوجهات الجديدة الرامية إلى تثمين المبادرات الشبانية وتحريرها ودعمها من خلال تشجيع خلق المؤسسات الناشئة لن تتأخر عن توفير كل الشروط والظروف المواتية التي تسمح للطالب المتمكن بالمبادرة التي إلى خلق الأنشطة والمشاريع الابتكارية. في ذات السياق أشارت سعيدة نغزة أن الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعت إلى التقرب والتعاون مع عدة جامعات عبر الوطن لتكون من خلالها أزيد من 1230 متربصا. سعت الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية إلى التقرب والتعاون مع جامعات، حيث أبرمت عدة اتفاقيات مع جامعات كجامعة قسنطينة الثلاثة، جامعة المسيلة، جامعة البليدة، كما أحدثت أكاديمية موارد البشرية بالتعاون مع مكتب المنظمة العمل الدولية، والتي تعتني بتطوير مهارات الجامعيين ومسيري الشركات، حيث تكون من خلالها أزيد من 1230 متربص إلى حد الآن من خلال دورات أجريت بكل من العاصمة وهران، الواد، قسنطينة وجيجل، ونحن بصدد تفعيلها مجدداً بعد التطورات الإيجابية المسجلة في جائحة كوفيد، والحمد لله.